رحب بحضراتكم مرة أخرى في الزراعية مباشر. بنتكلم دايما على كيفية النهوض بالثروة الحيوانية. ده ملف من الملفات اللي احنا بنناقشها في برنامج الزراعية مباشر، لأن ده ملف بيهم المواطن وبيهم المربي، اقتصاد الدولة عموما. معايا على الهاتف دكتور طارق توفيق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية. برحب بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا استاذ سامح، بحضرتك وكل الساده مشاهدي القناه والبرنامج. أنا طبعا بشكر حضرتك في البداية. احنا تواصلنا من أسبوع تقريبا، كنا بنتكلم على المشروع البتلو أو قرض البتلو، وفعلا حصل يعني تفاعل وفي استجابة من المشاهدين ومن المسؤولين، وده أدى إلى أن في بعض القروض الحمد لله تم يعني اتخاذ إجراءات فيها للصرف. النهاردة عاوزين نتكلم على الجديد في تراخيص المزارع، ده هيؤدي الى ايه وايه الفائد او العائد على المربي؟ يعني انا هو في سؤال بيسالوه بيقول لك انا هستفيد ايه لما ارخص؟ فعاوزين نشرح النهارده ايه هي الاجراءات الجديده ومين اللي هتنطبق عليه هذه الشروط وايه الفائده اللي هتعود على المربي وبالتالي هتعود على الثروه الداجنه في مصر. طيب، هو حضرتك لو بنظره سريعه لما هو قائم بالفعل، الاقي ما يزيد عن 97% من مشروعات الثروة الداجنة والحيوانية، سواء كانت أعلاف أو مزارع أو حظائر أو معامل تفريخ، ما يزيد عن 97% من تلك المشروعات غير مرخصة لغاية وقتنا هذا، غير حاصلة على تراخيص تشغيل. أي. هذه المشروعات بالفعل قائمة وتعمل وتشارك في الطاقة الإنتاجية والكمية والطاقة الاستيعابية لما هو ناتج لنا في من منتجاتنا ومدخلاتنا في الثروه الحيوانيه والداجنه. بالتالي هي هذه المشروعات بالفعل قائمه وكائنه. فكان القرارين الوزاريين، قرار 368 لسنه 2017 دوت خاص بالثروه الداجنه، والقرار 203 لسنه 2017 اللي خاص بالثروه الحيوانيه. ايوه. هنا حضرتك لو في عجاله او بتركيز شويه نتكلم على القرارات، أصبح تراخيص تلك المشروعات إجباري دون النظر بقى للأبعاد الوقائية، لكن بيطبق كل اشتراطات الأمن والأمان الحيوي بكل دقة، لأن هي دي زي ما قلت لحضرتك هي مشروعات قائمة بالفعل وقدام عينك، لا أنت قادر تشيلها ولا قادر تقفلها، ولكن هي شغالة بالفعل. فلازم يكون قرارات وقوانين الحكومة قوية، يا إما تنفذ أو تعدل وتغير او تلغى، لكن ما ينفعش يبقى في قرار او قانون موجود وما يتنفذ ويستهان به. فاصبحت اصدار تراخيص تشغيل لتلك المشروعات اجباري وملزمه، كل الساده اصحاب تلك المشروعات لازم بيتوجهوا الى قطاع تنميه الثروه الحيوانيه والداجنه او لفروعه المختلفه في المحافظات المختلفه ويمشوا في اجراءات الترخيص. لان في خلال 3 شهور كل تلك المشروعات اللي مش هيتم اصدار تراخيص تشغيل ليها المفروض ان هي هيتم اغلاقها غلق اداري. طب مين اللي هيجي لي علشان يرخص واقول له لا انت مش مسموح لك ترخص؟ اللي هيجي لي عشان يرخص ويقول له مش مسموح لك ترخص غالبا مش هيكون موجود. ليه؟ اللي هو بالفعل قائم، بالفعل المشروعات القائمه هيشرفني سواء في قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة في الوزارة أو في أحد فروع القطاع المنتشر على مستوى الجمهورية في 28 مديرية زراعة. حضرتك بتتوجه لجنة مشكلة من السادة مهندسي القطاع مع السادة الأطباء البيطريين تابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية مع بعضهم، واللجنة ديت في اقل من 15 يوم بيبت في موضوع الترخيص ويحصل على الترخيص. بناء على ايه؟ بناء على زي ما قلت لحضرتك اشتراطات امن وامان حيوي صارمه جدا. ايوه. وشديده جدا، بحيث انا ارخص له اهلا وسهلا، لكن في نفس الوقت امنع انتشار العدوى. صح. امنع انتقال العدوى، يبقى بحافظ عليه وبحافظ على الثروه الحيوانيه والداجنه وبحافظ على المستهلك وبحافظ على المربي والمنتج والمستهلك في الاخر وعلى الصحه العامه والبيئه. اللي هيبتدي بقى الجديد عايز يبني من جديد لسه ده اقامه بياخد ترخيص اقامه. ترخيص اقامه طبعا بيكون من حمايه الاراضي والمحليات او من جهه الولايه، لكن بياخد مني انا كقطاع بياخد ترخيص مبدئي اللي هو
ترخيص تشغيل يعني عشان يشتغل. اللي هي محضر فن، محضر فنية، موافقة فنية مبدئية إن هو مش عشان يشتغل فندم، إن هذه المكان بأبعاده الوقائية، هنا بقى في أبعاد وقائية بنشترطها، إن هو حضرتك لو مشروع جدود تسمين لازم بيكون 5 كيلو، لازم يكون في الظهير الصحراوي، لو أمهات بياض أو أمهات تسمين بيكون البعد الوقائي بينه وبين أي مشروع دجين آخر على بعد 2 كيلو، لو بيكون تسمين أو أي مشروعات أخرى بيكون على بعد 1 كيلو وبرضه على بعد 1 كيلو من الكتلة. ده بالنسبة للجديد يا دكتور. إنما القديم في ناس معاها في ترخيص والكتلة السكانية هي اللي زحفت وقربت منهم، والراجل ده شغاله موجود، هنرخص له؟ ده حاجتين، أول حاجة زي ما قلت لحضرتك بتشوف الاشتراطات الخاصة بالأمن والأمان الحيوي وبنوجهه ليها وبنساعده فيها، ولازم تتعامل بكل حزم وحسم، ديت مفيش فيها تهاون، وبياخد بقى رخصة تشغيل مؤقتة إلى أن يوفق أوضاعه أو يوفق وضعه في الظهير الصحراء. وبالفعل المعالي السيد الأستاذ الدكتور وزير الزراعة والمعالي الدكتورة النائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والدجنة بيعملوا المشروع أو الخطة الاستثمارية للإنتاج الحيواني والدجنة، بيعملوا خطة دي اللي هي هتبقى بالتنسيق مع السادة المحافظين علشان نوفر أماكن في الظهير الصحراوي. طيب، فخدنا الاتصال بالدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية، لكن هو أكد لي على بعض النقاط الهامة جدا. النهاردة الترخيص إجباري وفي مهلة 3 شهور، والمفروض إن احنا كلنا بنتحرك وبنتوجه لمديريات إدارات الإنتاج الحيواني المنتشرة على مستوى الجمهورية، أو لو في مشكلة بنتوجه لإدارة الإنتاج الحيواني أو رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة ونقدم الطلب بتاعنا، وفي لجنة فنية بتنزل، وقال لي إجراءات الترخيص ما بتاخدش أكتر من 15 يوم. اتكلمنا فيها. طيب لو انا عندي مزارع، المزارع دي موجودة وشغالة، ولكن بعد الزحف العمراني وبعد الزيادة السكانية اصبحت ملاصقة للكتل السكانية. دكتور طارق قال لي لا، ما هو في اجراءات امان حيوي شديدة وصارمة هقول له عليها وهقول له على مواصفاتها الفنية وينفذها وهدي له ترخيص تشغيل مؤقت لحين توفيق اوضاعه. توفيق اوضاعه اللي هي الخطة الاستثمارية اللي الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعه واستصلاح الاراضي والدكتوره منى محرز نائب وزير الزراعه للثروه الحيوانيه بيشتغلوا عليه، واحنا زرنا اكتر من محافظه علشان نشوف ايه مزارع الدواجن اللي موجوده في الظهير الصحراوي والانتاج الحيواني، والساده المحافظين ابتدوا فعلا يوفروا اماكن وابتدوا يعرضوا خطه استثماريه ويتكلموا ويقولوا احنا عندنا الاماكن دي، تعالوا اشتغلوا فيها وتعالوا افتحوا عنابر وافتحوا مزارع للانتاج الحيواني، اذا كان تسمين او اذا كان تسمين مواشي او للثروه الداجنه. واخر هذه الاماكن كنا موجودين في توشكا. يعني النهارده احنا بنتكلم على تنظيم وترتيب ملف الثروه الحيوانيه في مصر. المواطن بيقول الاسعار بترتفع. واحنا كمان احنا بنؤكد على هذا الكلام، احنا عندنا سعر فيه ازدياد يومي. لكن المشكله دي علشان تحصل وعشان تظهر خدت سنين. أزمة بتتفاقم دون أن يتعامل معها أي مسؤول بشكل قوي. الجهود اللي تمت في السنوات الماضية كانت غير مرضية، وإلا ما كناش وصلنا لهذه المرحلة. النهاردة علشان تعود الثروة الحيوانية مرة أخرى مستقرة، وفي فرق بين اكتفاء ذاتي وفي فرق بين استقرار. استقرار إن أنا يبقى عندي اللحوم متوفرة بأسعار مناسبة يقدر يتعامل معاها المستهلك، بوفر له بدائل للحوم او بدائل للحوم البلديه من طريق الاستيراد. لكن النهارده بعد تحليل سعر الصرف بالنسبه للجنيه وتحريك الاسعار بنتكلم على صناعه بنستورد فيها مستلزمات انتاجها، وبالتالي لازم يحصل ارتفاع في الاسعار. امتى هتستقر؟ لما نبتدي فعلا نوفر مستلزمات انتاج هذه الصناعه من داخل الدوله المصريه.